Jangan lupa subscribe. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه إنه هو السميع البصير وآتينا الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل
وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين ولتعلن علوا كبيرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ وكان وعدا مفعولا وكان
يدعونا بسم الله الرحمن الرحيم يا إذا طيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا طِيلَ فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَإِذَا طِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ والذين أوتوا الكتاب والذين العلم درجات والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.